لرجال الأعمال متطلبات كثيرة لم يستطع المناخ السياسي توفيرها في ظل الغبار الذي يعكر صفو المشهد الأمني والسياسي في لبنان كما في المنطقة أيضاً. فهل وجب إعداد الأرضية المناسبة لما بعد العاصفة؟ مع كلمة رئيس تجمع رجال الأعمال الدكتور فؤاد زمكحول فليتفضل. صباح الخير معالي الوزير الصديق سيد مروان خير الدين، حضرة الزميل رئيس اتحاد الغرف محمد الشير، أيها الزملاء والأصدقاء، حابب أول شيء أتوجه بشكر عميق لسيدة فيوليت بلعة وسيد مارون بلعة وشركة فيرست بروتوكول لتنظيم هالمؤتمرات بجودة عالية جداً، وخاصة لوضع الأصبع دايماً على محل اللي بيوجعنا باقتصادنا لنجرب بركي ما نوقف النزيف بس نخفف النزيف اللي عم بيوجعنا جميعاً على كل حال اقتصادياً واجتماعياً. اليوم مطلوب منا نحكي على ما يسمى بالتفصيل بالPPP، الشراكة بين القطاع الخاص والعام. بتذكر مرة بمؤتمر قلت كلمة PPP من بعد سنوات، ووقفني شخص قال لي شو هي هيدي PPP عم بيحكى فيها. قلت له PPP يعني شراكة بين القطاع الخاص والعام. فأول جواب كان من هالشخص البسيط بس هاللي بيقدر يمثل قسم كبير من الشعب، قال لي ما هول زعران وهول زعران. ففي شق كبير من الناس بيشوفوا هالوجه، وكتير مهم نقدر وقت نتوجه نقدر نفسر مظبوط وجهة نظر قطاع الخاص على كل حال وكيف بيقدر يساعد، ونغير هالنظرة على كل حال من هاللي نحن بين إيدينا. موضوع القطاع العام بركي ما نقدر نحن نبسطه بهالطريقة، بس عكون نحن عكل نقدر نشري على قطاع الخاص. فوقت نقول PPP في قسم كبير أول شيء مجهول بالنسبة له، في قسم كبير لقاله كيبوس كتير كبير. أول ما نحكي خصخصة أو نحكي شراكة بين قطاع خاص والعام مباشرة بنشوف في أصابع اتهام موجهة علينا بطريقة قوية جدا. في قسم تاني بلاقيها كفرصة للبلاد، فرصة لقطاع الخاص وفرصة للمجتمع اللبناني على كل حال. وفي قسم بلاقيها كإصلاحات هيكلية لقطاع العام مع شراكة مع قطاع الخاص. هل لحد اليوم فينا نقول بكل فخر أنه ناجح ومسابر بهالأوضاع الصعبة العالمية الإقليمية واللبنانية. من وقت ما خلصت الحرب اللبنانية الأخيرة لنبلش نحكي فيها، بنقول بكل فخر أنه قطاع الخاص اللبناني تقدم بطريقة كتير كبيرة. نما شركاتكم وشركاتنا قدروا نموا بأصعب سنين الحرب وكفوا هالإنماء على كل حال من سنة 90 لحد اليوم. فمشينا على سرعة مهمة وقدرنا صدرنا إلى العالم معرفتنا وسلعنا وشركاتنا، ولازلنا أكثر النمو عم بيكون على الشركات اللي عم بيقدروا يكونوا إقليمياً. بس بنفس الوقت وبركي بنفس السرعة بس بالطريقة لورا، قطاع العام قدم فلما نقول أنه رجع، وخاصة البنية التحتية بلبنان. بتأسف بقول أنه اليوم البنية التحتية بلبنان معدومة أكثر وأكثر، وكل يوم أسوأ من الثاني. ما رح نحكي على الكهرباء وبس، نحكي على الطرقات. بنينا بنايات بجننوا، نطلع حوالينا قدي عم بنبيعوا الشقق بالملايين، بس بنينا بنايات ما عم نقدر نأمن لهم كهرباء. بنينا قصور بضيعنا وبجبالنا، وكل ما واحد يبرم شوي بجبال بيشوف هالقصور، بس بنفس الوقت ما قدرنا نبني طرقات نقدر نتوصل عليهم بسهولة. وبوقف هالأمثلة بس لنقول قديش عم نقدر كقطاع خاص نتقدم، بس لسوء الحظ قطاع العام ما عم بيلحق هالسرعة لما نقول عم بيشدنا على الوراء. إذا نحن اليوم بدنا نبني بنية تحتية مزبوطة ونحكي بشراكة بين قطاع خاص والعام لنكون جديين، النقطة الأولى هي برأينا يكون في الإرادة الحقيقية السياسية بين كل الفرقاء بهالمشروع. إذا ما في إرادة بكل الفرقاء بهالمشروع PPP رح نقدر نحكي فيه اليوم وبالعقود الجاية أولاد أولاد أولادنا، وما يكون أبداً في توصيل بهالموضوع. إذا ما في إرادة حقيقية سياسية من كل الفرقاء مهما كانوا تجاذباتهم ومشاكلهم، ما رح نقدر بحياتنا نبني بعلاقة وبناءة بين قطاع خاص والعام، لأنه لا يكون فيها العلاقة لازم يكون في ثقة من كل الفرقاء. فهيدي الأول وحدة اللي بحب أقولها. المضحك مبكي
انه نحن اليوم مجتمعين عم نحكي بشراكه بين القطاع الخاص والعام وعم نحكي بانماء بلدنا الاقتصادي والاجتماعي، وعلى بعد امتار من هون في اجتماعات دوريه سياسيه كثير مهمه، وبراينا او برايهم عم بيشوفوا مصير البلاد، مع انه نحن براينا هيدا الاجتماع هو مصير البلاد الحقيقي، وهالاجتماعات هي لسوء الحظ لقوانين لكل واحد يحافظ على أماكنهم ويكون فيها المحاصصة. أنا بسميها مبحك مبكي لأنه الشغل اللي هو المسابر والإنماء الكبير هو اللي عم نعمله اليوم، ومش هالمحاصصات اللي عم يصيروا حوالينا. نحن وقت عم نحكي بشراكة من قطاع خاص والعام، أول شغلة لازم نعرف أنه في أموال كتير كبيرة لازم تتضخ بالسوق. فقبل ما نحكي بالشراكة هيك لنشوف شو هن الخيارات الموجودة لنشوف إذا مزبوط البي بي بي هو الخيار المزبوط لنقدر نرجع نبني بنية تحتية. في ممكن، في البعض يقول ممكن نزيد دين العام. نحن على كل حال كرجال أعمال منقول هيدا جريمة اقتصادية، لأن دين العام تبعنا وصل على مراتب عالية جدا. إذا نزيد دين العام بده يتراجع مراتب لبنان بالتصنيف، وكلفة الدين رح تزيد بطريقة ما بنقدر ندفعها. كلفة الدين مثل ما هي اليوم ما عم نقدر ندفعها، فأكيد ما رح نقدر ندفع أكثر من اللي هو موجود اليوم. فمن نشيل هالموضوع أنه زيت الدين هي غير مقبولة، وإذا شي مرة انطرحت وين ما كان بالمجالس عنكون نحن أول ناس كرجال أعمال عم نهاجم هالفكرة، لأنه هيدا بيكون عم ناخد اقتصادنا على الهاوية أكثر وأكثر. في نقطة تانية كمان عم تتحكى وكان ممكن يكون في حل، هو اللجوء إلى أموال استثمار وصناديق دعم عربية ودولية. لسوء الحظ صناديق الدعم العربية عم تظهر من لبنان وما عم ترجع. عم نشوف اليوم العرب عم بيبيعوا استثماراتهم، عم بيخففوا استثماراتهم بلبنان. هيدا مؤسف بس هيدا الواقع الحقيقي اللي بحب أقوله. وبالنسبة للصناديق الدعم الدولية بعدهم بلاد الخارج بعد ما خلصت الأزمة المالية اللي هزت العالم بسنة 2008-2009، وأكيد الدعم اللي هيكون ما رح يكون بس على لبنان حاليا، أكيد الصناديق اليوم عم تتحضر ومنسمع بالكواليس لنتمنى إعادة إعمار سوريا ومش لبنية تحتية لبنان اليوم، فهيدا واقع. فما بنظن فينا ننتظر كثير من صناديق الدعم العربية أو الدولية. والنقطة الثالثة اللي كمان عم نسمعها وكنا نسمعها مؤخرا هي زيادة الضرائب، وهيدي إذا الأول سميناها جريمة ما بعرف شو رح سمي النقطة الثانية، هي زيادة الضرائب بهالجو الركود الاقتصادي اللي عم نعيشه. أول شيء الشركات ولا ممكن يحملون، وهذا شيء واضح، والمكلفين مش بس مش قادرين يحملون ما قادرين يكفوا شهرهم، فبدنا نزيد لهم ضرائب لنقول لهم بدنا نبنيكم بنية تحتية اللي ما قدرنا نبني لكم إياها من 20 سنة. فأول سؤال رح يسألوا ليش وين راحوا كل هالضرائب اللي دفعناها، والمكلفين بيعرفوا أنه لسوء الحظ ضرائب ما بحياتهم بيوصلوا بالمكان المناسب ولا المثمر لحد اليوم على كل حال. فاليوم برأيي البي بي بي بطلت بس فرصة ولا خيار، هو الخيار الوحيد اللي ممكن للبنان لنقدر نبني بنية تحتية حقيقية. فحتى لو ممكن الكثير يقول أنه صار في خبرات فشل بالعالم وفي غيرهم كانوا ناجحة، مزبوط ما في شك أنه في بي 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 نجح ببلدين وفشل بغير بلدين، بس نحن اليوم بلبنان بطل خيار. يعني فينا اللي إله كتير إيجابيات وممكن ناس اللي إله سلبيات، نحن مش منهم على كل حال، بس أول شيء بلاقي وتبشور خيار البديل ما بلاقي حدا بلاقي خيار. فاليوم بكل وضوح حابب أقول باسم تجمع رجال الأعمال اللبنانيين أنه اليوم البي بي بي هو الخيار الوحيد للبنان لشعبه ولشركاتنا لنقدر نبني بنية تحتية حقيقية، وبتمنى من إرادة سياسية ما يعملوا شيء، بس بدنا الإرادة ويخلونا الشغل اللي احنا نعمله، بس يعطونا القانون ونحن بنقدر ننفذه، لأنه ما قادرين نحن لحالنا نمارق قانون بعد. حابي بس توقف شوي على المشروع القانون هاللي مقترح اليوم. لهاللي ما بيعرفوا في قانون كان توزع وحيل إلى مجلس النواب بسنة 2007-2008، وهالقانون الأساسي ما كان مدروس بطريقة كتير دقيقة. جمد هالمشروع الأول لأسباب سياسية كلنا بنعرفها بهالوقت، أعيد إلى مجلس الوزراء للمراجعة مؤخراً بالاجتماعات الدورية اللي كنا عم نقومها كهيئات اقتصادية مع دولة الرئيس نجيب ميقاتي، وعدنا أنه هالمشروع رح يكون بأول جدول أعمال الجلسات. تسارعوا الأمور وإجا اهتمام أكبر بموضوع سلسة الرتب والرواتب، وسألت الوزارة وما قدر هالقانون يكون على جدول الأعمال مجلس الوزراء المحق، فبعده موجود. هلأ المشروع اللي هو اليوم مقترح ما في شك أحسن من القانون
القانون الأول اللي مقترح، بس نحن كتجمع رجال الأعمال درسناه على كل حال مع لجان مختصة، وعنا عدة ملاحظات رح جرب لخصهم بطريقة سريعة مع كل محبتي ودعمي للمشروع، لنكون كتير واضحين. ملاحظاتنا اللي رح نعطيهم هن بناءة لنقدر نعطي المشروع الأحسن والممثل الأفضل، مش بس لنخرب فيه، لأنه إحنا أول الداعمين لهالفكرة. أول شيء للمشروع المقترح مبين كمجرد آليات وإجراءات مبينة، يعني هالإجراءات أكيد ضرورية بس ما بيقدروا يكونوا الأساس، في كتير غموض ببعض النقاط. مثلاً هالمشروع الموجود إذا نحن على كل حال عطيناه لبعض المستثمرين المحليين كفكرة، الأكثرية شافوا أنه ما في حماية كافية للمستثمر، ما في آلية واضحة ومفصلة لتسوية النزاعات. أنا بحب أقول أول شغلة المستثمر وقتها بيحب يروح على استثمار، وبقولها بحقيقة المستثمر بده مردود، أول شيء بده مردود، والنقطة الثانية بيشوف مثل ما بقول بالإنجليزي the worst case scenario. The worst case scenario هو نزاع مع شريكه، شريكه اللي هو الدولة. ما في وضوح تام بموضوع حل النزاعات في حال وصلت بين الشركاء اللي هن الدولة وقطاع الخاص. القانون لا يوجد آلية واضحة مفصلة لتسوية النزاعات، هل هو الشرط الوحيد والأهم بالنسبة للمستثمرين. وأيضاً القانون لا يحدد بموضوع حقوق ومسؤوليات القطاع العام وكيانات القطاع الخاص، هو أمر جوهري، يعني كثير مهم يكون في وضوح شو المطلوب من القطاع الخاص وشو كياناته بطريقة مفصلة، مش مثل ما معمول بهالقانون. إن بنود هالمشروع واسعة جداً، ومثل ما بنقال بالعربي وبترجمة الشيطان في التفاصيل، وخاصة بلبنان. يستثنى بصراحة مع أنه المدير الموجود زياد حايك هلأ جاوبنا على السؤال، بس بحب أقوله أنه منا واضحة جدا، يستثنى قطاع الكهرباء وقطاع التيران المدني. أنا فهمت أنه هيدي ممكن يكون في لعبة كلمات، بس نحن مثل ما فهمنا مع اللجنة اللي درستها منه واضح ليه مستثنى قطاع الكهرباء والتيران. وأنا بس بقول بطريقة إذا بس نعمل بي 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 للكهرباء بنكون وفرنا على سنة الدولة مليارين دولار اليوم، هاللي رح يزيدوا أكيد مع الوقت. فإذا بس نعمل البي بي بي للدولة، وللعلم في مشروع بي 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 من سنة 2008 للكهرباء اسمه LNG Liquefied Natural Gas، هاللي أول شيء بيقلب الشركات من المازوت للغاز، وتاني بنحط بالبحر. وهالمشروع تقدم من البنك الدولي ولازال موقف لأسباب سياسية كلنا منعرفها. يفتقر المشروع قانون الحالي أيضاً الميزات التالية. أول شيء دورة الحياة المشروع والإجراءات للمشتريات. المشتريات منا واضحة، ونحن بنعرف أنه أكثرية حلول الفساد الموجودة هن بموضوع المشتريات، خاصة بشراكة بهالنوع أو بالأموال الكبيرة رح تكون. نقطة الثانية، يحتوي العقود البي بي بي أول شيء مدتها، مش ما في مدة واضحة وما في إنهائها، يعني ما عم نقدر نعرف إمتى عم يبلش هالمشروع وإمتى عم ينتهي. ومرة تانية كمان بقول كمستثمر كتير مهم يعرف إمتى بلشنا وإمتى بينتهي. العائدات البي بي بي وتصفية الأموال العائدة إلها، يعني تصفية بعد ما يخلص هالمشروع أو يكون في بيع لعدة آليات، مش محدود بأي طريقة بيصيروا. ومثل ما قلت حل النزاعات منه واضح أبداً، لما أقول منه موجود. والحماية جيدة وكافية لحقوق المستثمرين. المستثمر بيرجع بقول همه يجي، بس همه كمان يكون عنده ثقة ويكون محمي. إذا منه محمي وعنده ثقة مهما كان المردود ما رح يفوت بالمشروع. فنحن عم نطالب بحماية أكثر بكثير للمستثمرين وحل النزاعات كنقطة تانية. في نقطة أنا بحل أولى بوجود الوزير، مع كل معسل الوزير وعدة الوزراء من الهيئة الاقتصادية اللي كانوا موجودين بهالوزارة. نحن ما رأينا أنه بس يكون الوزير مثل ما أقول decision maker الوحيد، في لجان مختصة بهالمشروع والوزير ممثل فيها. فنحن بنفضل القرارات يكونوا متخذة بلجان وليس للوزير لوحده، مع كل معزتنا، بس وزير لوحده بيكون شخص والمشاريع مهضخامة، بنفضل يكونوا من اللجان. وعم بنص هالمشروع باللجان هل الوزير مثل فيها، بنتمنى يكون هو تمثيله بهاللجنة وما يكون بس الوزير عم يأخذ القرار بهالمشاريع. في دور كتير مهم لمجلس الخصخصة اللي رئيسه هم، وبنتمنى يكون عنده سلوك مهتم ولا يخلينا الاحتكار الحصري بالتسعير للخدمات أول شيء، لأنه نحن عارفين وقت عم نحكي بي 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 هو تحسين الخدمة للمواطنين وتضئيل الكلفة. بختم بكلت نقاط.
أول واحدة وقت بنحكي PPP على كل حال مع المستثمرين اللبنانيين بسأل حالي وبسأل المستثمرين هون هل المستثمرين مهتمين بالشراكة مع الدولة؟ يعني وقت نحن اليوم عم نقول دولة كل واحد لحاله عنده مفهوم بالدولة ولسوء الحظ كل شيء عم نشوفه من الدولة بالطريقة الاقتصادية الاجتماعية منه كتير بناء فهل القطاع الخاص بالحقيقة هو مهتم يشارك الدولة؟ القطاع الخاص اللي بيحب يشتغل بشفافية هذا الدولة جاهزة تشتغل معه بهالشراكة بشفافية تامة وبنفس الفعالية وبنفس الاستقلالية في على كل حال أصوات عم تنرفع إنه بيفضل القطاع الخاص يضل يعمل PPP بس يسميها private partnership يعني يكون هو عم بيدير المشروع نهائيا في شركات كبيرة عم بيقولوا أنا بحب وصلهم إذا وصلنا على هاي أو وصلنا على الشراكة ما عنا مشكلة بس كثير مهم يضل هال PPP بموضوع البنية التحتية معروف إنه في شركات كبيرة بلبنان بلشوا هن يبنوا بنية تحتية يعني هن يصدروا كهرباء وهن يجيبوا ميتهم وهن يكون عندهم إنترنت لقدروا يصدروا وفي شركات كبيرة عم يلتفوا وحدة إلى وحدة لقدروا يعملوا بنية تحتية خاصة لقلهم ليقدروا ينجوا بتني على كلام حكي مصرف لبنان امبارح انه في دور كتير مهم للمصارف الاستثماريه بهالموضوع نحن بنتمنى من المصارف الاستثماريه الموجوده هون اليوم يكونوا اول شيء عم يلعبوا دور الوسيط لانه عندهم استثمارات كتير كبيره ودور الشريك لانه هالمصارف الاستثماريه دورهم يفوتوا باستثمارات وخاصه استثمارات بنيه تحتيه هاللي ممكن يكون لها مردود كتير مهم بختم بكلمة أنه نحن من غير من كل المشاكل السياسية والأمنية اللي عم نعيشها كل يوم وجودنا اليوم هي رسالة على كل حال رسالة من القطاع الخاص أنه مهما كانت الصعوبات ومهما كانت المشاكل نحن رؤيتنا إلى دائما بالمسابرة وقطاع الخاص اللبناني عيضله يسابق وعم بيفرجي ويبرهن للعالم وخاصة لكل اللبنانيين أنه مهما كانوا التجاذبات والمشاكل السياسية نحن بعد رؤيتنا واضحة جدا اللي هي المسابرة والبقاء والنمو والازدهار ومهما كانت نحن رح نكفي ونبرهن لهاللي من بضعة أمتار منا أنه الأولوية الأولى هي الاقتصاد والمشاكل الاجتماعية اللي هن على كل حال أولويتنا شكراً.